إعلان رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري أحمد بدوي أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل حاليا بالتنسيق مع شركات خدمات الاتصالات لتقوية بث شبكات الاتصالات قرب معبر رفح لمساعدة سكان غزة على التواصل مع العالم الخارجي. أشار بدوي في تصريحات له أن مصر بتبذل دورا كبيرا لدعم أهالي قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الجهود المصرية لتقديم خدمات المحمول والإنترنت في رفح ولراغب استخدام هذه الشبكات من الفلسطينيين المحاصرين داخل القطاع. تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك موقع إكس أنه سيتم توفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة. الحقيقة الوحيد اللي يمكن يعني احنا بنعاني من شبكات الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي أنها بتحجب حتى البوستات، ويعني كلنا ملاحظين ان في يعني حالة كده من مش عارفة اسميها ايه يعني، بس خلينا نقول ان هي الحقيقة حاجة بتجافي الانسانية يعني، حتى والتعبير عن الرأي والحريات اللي يعني بيتشدق بها دائما الغرب. إيلون ماسك على العكس يعني على منصة تويتر أو إكس بقى حاليا هو الحقيقة أتاح دوت وقال إن هو هيتم إتاحة ده للأخوة الفلسطينيين، إلى جانب إن هو حذف حساب المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي من على موقع إكس. أهمية هذه المواقف الداعمة لقطاع غزة وأهالينا اللي موجودين داخل القطاع المحاصرين طبعا. هو الموقف اللي اتخذته مصر فيما يخص شبكات الموبايل ده موقف مهم جدا وقرار استراتيجي يدعم أهلينا وإخواننا في غزة بشكل كبير جدا، لأن جزء من الحصار اللي فرضاه إسرائيل وهو عملية التعتيم الإعلامي، لأن مهم جدا أن العالم يشوف ويعرف المجازر اللي بتحصل هناك دي، مهم جدا ان الناس دي يقدروا يوصلوا استغاثاتهم للعالم، وده مش هيتم الا من خلال طبعا الاتصالات، وهي طبعا اسرائيل عامله حصار شامل يعني بري بحري جوي اللي هو يعني من السماء ومن الارض ومن البحر من كل شيء. ان يبقى في مصر تاخد هذه الخطوه ده قرار مهم جدا بيدعمهم انسانيا، بيدعمهم معنويا، يدعمهم اعلاميا، على الاقل احنا كمان يقدروا اخواننا الفلسطينيين اللي هنا يقدروا يطمنوا على زاويهم اللي موجودين. احنا كلنا كنا خايفين يوم الجمعه من عوده الانترنت والاتصالات، وبعدين هنبقى شايفين مشاهد كنا يعني كل كان قاعد مترقب لما سيحدث في الأراضي الفلسطينية. يعني بنتمنى يا رب أن الأيام القادمة تشهد انفراجة ومحاولات لتخفيف الحقيقة ما يحدث من كوارث إنسانية داخل قطاع غزة. أنا بشكر حضرتك جدا الكاتب الصحفي الأستاذ صبري عبد الحفيظ نائب رئيس تحرير مجلة اتحاد نزاع واشنطن، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا يا فندم. مشاهدينا الكرام بكده نكون يعني خلصنا فقرتنا الإخبارية، أخذنا حضراتكم في جولة كده ما بين شؤوننا الداخلية وأخبارنا والأخبار العالمية وأيضا الأخبار ما يخص قطاع غزة وما يحدث فيه الآن. يعني هسيب حضراتكم لفاصل وبعدها